إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات والانطلاقات هنا في هذا الصباح. ننطلق وإياكم مع الصدارة ومع مقدمة هذا الشوط لنرى من تسيطر هنالك. هنالك الظفرة وحي بن خلفان الهاملي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط هنا على هذا المسار، بينما ثاني التحديات والوصول في هذه اللحظات من شعار بشير بن بشير الشمري ينطلق في هذا اللحظات مع هذا الشعار المميز، ينطلق على ثاني التحديات هنا بشعاره، بينما ثالث الأسماء هنا عبد الرحمن الحربي على ثالث المراكز على ثالث التحديات، بينما رابع المراكز والوصول هنالك من شعار نايف بن عابد الجهني من ينطلق في هذه اللحظات، بينما خامس التحديات والوصول هنا من شعار غانم بن سلطان الهاشمي. ولكن نعود إلى الصدارة وإلى شعار حي بن خلفان الهاملي من ينطلق مع الظفرة حتى هذه اللحظات هنا مع هذا المسار وعلى صدارة التحديات على مقدمة هذا الشوط. ولكن ثاني التحديات شعار بشير بن بشير الشمري مع ثاني التحديات والانطلاق الثاني في هذه اللحظات، ولكن وصل الهاشمي هنا على ثالث التحديات، غانم بن سلطان الهاشمي ينطلق مع الشاهينية هنا على ثاني التحديات، وشعار بالراية واصل على رابع التحديات هنا مع انطلاقة عامر بن راشد بالراية المرية. ولكن نعود مع الصدارة ومع الظفرة وحي بن خلفان الهاملي، ولكن ثاني التحديات انطلق هنا شعار بالراية وكذلك ثالث المراكز مشكورة، ووصول متعب بن عويض العتيبي مع مشكورة، وكذلك شعار بن بتلة جار الله بن بتلة المري. ولكن نعود مع الظفرة وشعار بن خلفان، ولكن بالراية ينطلق على ثاني التحديات هنا مع هذا الانطلاق ومع نجوم، بالراية ينطلق مع نجوم، ولكن الظفرة وحي بن خلفان الهاملي من ينطلق على الصدارة، ولكن بالراية غير مع نجوم غادر مع الصدارة هنا في هذه اللحظات، ولكن الظفرة يعود الهاملي عند اللحظات الأخيرة. هنا نجوم والظفرة، الظفرة أم نجوم، نجوم أم الظفرة، بن خلفان وبالراية اللحظات الأخيرة هنا ما بين الثنائية، ما بين نجوم وما بين الظفرة، ولكن الهاملي انطلق إلى الناموس حي بن خلفان الهاملي مع الصدارة ومع الظفرة. تهانينا والف مبروك لحي بن خلفان الهاملي، ثاني التحديات شعار بالراية، وثالث المراكز شعار بن قطامي، رابع المراكز شعار جار الله بن فهد بن بتلة المري، خامسا شعار مبارك بن قطامي المري. هكذا كانت التحديات، تهانينا والف مبروك لحي بن خلفان الهاملي. التوقيت الزمني 3 دقائق و6 ثواني و35 جزء من ثانية. تهانينا لحي بن خلفان الهاملي.